بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وإمامنا سيدنا مولانا فخر الدين الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني، شيخنا وإمامنا كمال الدين مولانا الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني، شيخ طريقنا وإمامنا إمام أهل الدين مولانا الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني. أيها أحباب، حديثنا عن سيدتنا السيدة عائشة بنت السيد جعفر الصادق رضي الله عنه بمناسبة مولدها الشريف. بعائشة أعيش مدى حياتي سليما راكبا سفن النجاة، فلا أخشى وبالا من عداتي، بها في النائبات توسلاتي، فترجع كل أخصامي خزايا. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال سبحانه وتعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقال صلوات ربي وتسليمات عليه: من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقال شيخنا الإمام فخر الدين: آل بيت المصطفى أهل الحمى، لو دعا الداعي إلى شيء نكر. فالسيدة عائشة بنت الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن مولانا الإمام الحسين رضوان الله عليهم أجمعين. ولدت سيدتنا عائشة عام 122 هجرية، وتوفيت رضوان الله عليها دون 20 من عمرها. يقول الشبلنجي في كتابه نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار: إن السيدة عائشة كانت تلقب بأم فروة تيمنا بجدتها الكبرى لأم أبيها أم فروة بنت القاسم بنت محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. الصادق الذي قال فيه الإمام مالك: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر فضلا وعلما وعبادة وورعا. وقد أجمع كثير من المؤرخين أنه كان مستجاب الدعوة، لا يطلب من الله شيئا إلا وجده بجانبه. ويقول عنه العارفون: جعفر الصادق ثقة لا يسأل عنه. ومن أقواله رضي الله عنه: من أراد عزا وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وقوله: إذا بلغك عن أخيك ما تكره فاطلب له من عذر إلى 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعرفه. سيدتنا عائشة رضي الله عنها عروس آل البيت، من آل البيت عابدة مجاهدة عالمة قانتة حافظة لكتاب الله عز وجل، حيث أخذت تنهل من نهر العلوم الفقهية والإنسانية والإسلامية الذي جرى سريانه في بيت تلألأت فيه أنوار النبوة في قلوب ورثة العلوم المحمدية عن خير خلق الله أجمعين. وهي أخت سيدنا إسحاق المؤتمن زوج السيدة نفيسة وأخت الإمام موسى القاظم. كانت مصر على مر التاريخ ملتقا ومقصدا لأهل بيت رسول الله الكرام. فقد أتت سيدة عائشة إلى مصر مع سيدنا إدريس ابن عبد الله المحض،
الشريف المحض بعد موقعة فخ، وهي واد بمكة التي استشهد من أهل البيت، وبعدها قصد الكثير من نسل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أرض مصر هربا من بطش الخليفة العباسي، وكان ذلك العام هو عام وفود آل النبي إلى أرض المحروسة، وعلى رأسهم أخوها إسحاق المؤتمن وزوجته سيدتنا العالمة الجليلة السيدة نفيسة، وأبوها الحسن الأنور، وإخوتها في عام 145 هجرية. وتشتهر رضي الله عنها أي سيدتنا عائشة بأنها عروس آل البيت، لما أكدته معظم المصادر التاريخية من أنها ماتت في سن صغيرة دون زواج، فأقامت في مصر وكثر مريدوها، ولذلك فقد اعتبرها البعض إحدى صاحبات باب الزواج، فتزورها كل صاحبة حاجة في زواجها. السيدة عائشة بين سكان دول الخليج بأنها صاحبة باب الحج والعمرة في مصر، أي أن من أراد أن يمن الله عليه بالحج أو العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف فعليه بكثرة زيارة مقام السيدة عائشة في مصر، لما جعل الله في مقامها من استجابة للدعاء. ولذلك فزوار الدول الخليجية من محب آل البيت القادمين من إلى مصر يحرصون على زيارة مسجد السيدة عائشة والصلاة فيه وقراءة الفاتحة عند مقامها والدعاء أمام مقامها إلى الله سبحانه وتعالى بأن يكتب لهم زيارة بيته الحرام ومسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن القدر لم يمهلها طويلا، فقد توفيت في العام نفسه الذي حضرت فيه إلى مصر عام 145 في مقام الموجود في مسجدها الكائن في أول الطريق إلى المقطم بجوار القلعة بالقاهرة. وقد كتب على باب القبة أي قبة المقام ما نصه: لعائشة نور مضيء وبهجة، وقبتها فيها الدعاء يجاب، فرضي الله عنها وأرضاها وأرضانا لآل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم أجمعين. شكرا، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وإمامنا سيدنا مولانا فخر الدين الشيخ محمد عثمان عبد البرهان، شيخنا وإمامنا كمال الدين مولانا الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهان، شيخ طريقنا وإمامنا إمام أهل الدين مولانا الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهان. أيها الأحباب، حديثنا عن سيدي علي الروبي الملقب بسلطان الفيوم، حيث الاحتفال بمولده الشريف في النصف من شهر شعبان الموافق للسابع والعشرين من شهر مارس. الشيخ محمد، سيدي علي الروبي هو الشيخ الصالح الزاهد الذي استوطن الفيوم، وولد في القرن الثامن من الهجرة في العهد الأول للسلطان الناصر، يمتد نسبه إلى سيدنا العباس عم
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر مقام الشيخ علي الروبي أحد أشهر مزارات الفيوم الدينية والإسلامية، والذي يقع في حي الصوفي ويرتاده المئات والمئات من أهالي محافظات مصر من محبي آل البيت والأولياء والصالحين. عاصر سيدي علي الروبي رضي الله عنه الظاهر برقوق عندما كان أميرا، وبشره بتوليه السلطنة، وعندما تولى الحكم بنى له مقاما ومسجدا ليجتمع فيه بتلاميذه. توفي سيدي علي الروبي سنة 785 من الهجرة، 1383 من الميلاد. ولأبنائه مولانا المفخر الدين الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني حضرة أسبوعية تقام عقب صلاة الجمعة بمسجد بيكم ورحمة الله وبركاته. وبشوف حد اليوم كنا نروح على عنده مصطفى نسوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وإمامنا سيدنا مولانا فخر الدين الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني، شيخنا وإمامنا كمال الدين مولانا الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني، شيخ طريقنا وإمامنا إمام أهل الدين مولانا الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني. أيها الأحباب، حديثنا عن أسد الصعيد كما كان يلقب، عن سيدي عبد الرحيم القنائي، حيث الاحتفال بمولده الشريف الموافق للنصف من شعبان ويوم السبت 27 من شهر مارس. هو العارف بالله السيد عبد الرحيم بن أحمد بن حجون صاحب المقام السني والمشرب الشاذلي وينتهي نسل رضي الله عنه، والملقب بأسد الصعيد. ولد رضي الله عنه في شعبان من عام 521 هجرية 1127 ميلادية في بلدة طراغاي في مقاطعة سبتة بالمغرب العربي. أمضى طفولته في تحصيل العلم في جامع طراغاي الكبير على يد والده، وحفظ القرآن الكريم وجوده تلاوة وفهما في الثامنة من عمره، ودرس الحديث والتفسير والبلاغة والفقه على مذهب الإمام مالك. توفي والده في سن 12، بعدها غادر البلاد إلى دمشق حيث أخواله التي قضى بها عدة سنوات نهل فيها من علماء دمشق، وقد بدأ أو قد بدأ لأهل دمشق وعلمائها وفقهائها ذكاء السيد عبد الرحيم وسرعة بديهته، فطلبوا منه وهو في هذه السن 20 أن يلقي الدروس، فأبى ذلك أدبا لأنه يعرف قدر علماء دمشق، وكان مقيما عند أخيه، فسألوا أخاه إقناعه فرفض وقرر العودة إلى سبتة بالمغرب العربي. في طراغاي وجد مكان أبيه شاغرا، لم يقدم أحد على شغله لمعرفة مكاني أو معرفة مكانة الشيخ، وأن ليس فيهم من يستحق هذه المكانة، واجتمع علماء طراغاي وأصروا على إحلال السيد عبد الرحيم مكان أبيه، فكان لهم ما طلبوا. وفي أول درس يلقيه الشيخ تكدس الناس، ولما بدا لهم من غزارة علم السيد عبد الرحيم ذلك الشيخ الصغير ذي 20 عاما، وذاع صيته وتوافلت عليه للقائه، ثم كرر السفر إلى مكة والمدينة لأداء فريضة الحج، وبقي في البلاد الحجازية 9 سنوات قضاها متنقلا بين مكة والمدينة، ينهل من علم وفضل فقهائها وعلمائها تارة، وعابدا معتكفا بالبيت الحرام وبمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم تارة أخرى، أو متنقلا يسعى في مناكبها للإتجار في بعض المحاصيل سعيا وراء كسب الرزق، حتى يستطيع التفرغ للعبادة والعلم دون أن يمد يده للاستجداء أو أن يكون عالة على أحد. وفي المدينة المنورة التقى بالشيخ مجد الدين الكشيري القادم من مدينة قوس المصرية، وهنا يقول سيدي الإمام السيوطي: وما زال الشيخ الكشيري يحاوره، أي عبد الرحيم،
يدلل على حججه وعلى أن عبد الرحيم ليس له ما يربط بمكة والمدينة أحد أو شيء، وأن واجبه الإسلامي يدعوه إلى الإقامة في قوس أو قنا ليرفع راية الإسلام وليعلم المسلمين أصول دينهم. فعاد من مكة إلى مصر بصحبة الشيخ الكشيري الذي كان يعمل حينئذ إماما بالمسجد العمري بقوس، وكانت له مكانته المرموقة بين تلاميذه ومريديه. أمضى سيد عبد الرحيم بقوس 3 أيام، ومنها إلى قنا حيث التقى بالشيخ عبد الله القرشي أحد أوليائها الصالحين، فانعقدت أواصل الألفة بينهما وتحاب وتزامل في الله. وبعد أن استقر به المقام بقنا تزوج وكون له أسرة، وكان يعمل بالتادة والعمل حيث أخذ يدعو الناس ويعرفهم بتعاليم الدين الإسلامي، ويعمل نهارا ويجتمع بمريديه ليلا. أصدر الملك العزيز بالله ابن صلاح الدين الأيوبي قرارا بتعيين الشيخ عبد الرحيم القنائي شيخا لمدينة قنا. وكما ذكر سيدي فخر الدين أن سيدي فخر المولانا الشيخ محمد عثمان عبد المرهان رضي الله عنه أن سيدي عبد الرحيم القنائي هو أحد علماء الأزهر الذين ذهبوا لمحاجة سيدي إبراهيم الدسوقي مع سيدي شمس الدين القصبي، ومن ثم أصبح من تلامذة سيدي إبراهيم الدسوقي بالصعيد. ومن أقوال سيد عبد الرحيم رضي الله عنه: التصوف ليس ركنا من أركان الإسلام، ولكنه ركن من أركان الأخلاق. رأس الإيمان الصدق، ومن لم يحفظ جوارحه وحواسه عما نهي عنه فليس بصادق، اللهم عليه. وقوله: من زاهد في شهواته شاهد في خلواته. الصدق مركب السلامة، والكذب مركب العطب، والخلاص في الإخلاص. ومن مؤلفاته رضي الله عنه: تفسير للقرآن الكريم، ورسالة في الزواج، وأحزاب وأوردة، وكتاب الأصفياء، وكلمات كثيرة في التصوف نشرت في طبقات الشعراني وطبقات السبكي وطبقات المناوي القنائي. توفي رضي الله عنه يوم الثلاثاء 19 صفر 592 هجرية، الموافق 23 يناير 1196 بعد صلاة الفجر، وعمره 71 عاما، قضى منها 41 عاما في الصعيد. ولأبناء لمفخر الدين الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني حضرة أسبوعية تقام مسجده العامر. ومن الأولياء الصالحين الموجودين بجواره سيدي عبد الله القرشي، ومقامه ظاهر بالمدخل الرئيسي بمسجد سيد عبد الرحيم، حتى قيل: من لم يزر مقام العارف بالله القرشي لم تقبل له زيارة عند سيدي القنائي. أيضا من هؤلاء الأولياء سيدي أبو الحسن الصباغ الذي دفن بجوار قدمي شيخه سيدي عبد الرحيم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصبح عملها؟ طمنت. ما حدش اتصل بقى؟ هو دخل الساعة نكلم مصطفى بقى ولا حاجة؟ أكلم لما بالليل بقى نكلم. طيب، وبشوف حد اليوم كده أروح أنا عند مصطفى أتصور. جدا. ناخد حد يعني.